بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من مبادئنا التي نؤمن بها ونرجو أن نلقى الله سبحانه وتعالى عليها أن الإسلام دين خاتم، فختم الله سبحانه وتعالى بنبيه النبوات والرسالات، وهذه الخاصية كانت مناسبة جدا لقضية عالمية الإسلام، فكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن فنحن نؤمن أن الإسلام دين خاتم، فليس هناك نبي ولا رسول بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دين قد خاطب العالمين. ومن أجل ذلك اختص الله سبحانه وتعالى القرآن بالحفظ، فهو محفوظ إلى يوم الدين، واختصه بالإعجاز، فهو إعجاز رسالة، وكان كل نبي يأتي بمعجزة رسول يراها قومه ولا يراها سواهم، لكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة الرسالة وبمعجزة الرسول، فعدوا له 1000 معجزة مما ورد إلينا من معجزاته صلى الله عليه وسلم شاهدها الناس، وعلى مثلها آمن الخلق. ثم أتى زيادة على ذلك بمعجزة أخرى وهي القرآن الكريم، من أجل أن يتجاوز بالإسلام الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأن يكون نسقا مفتوحا، وأن يكون رسالة للعالمين، يستطيع كل أحد في الأرض أن يؤمن بها وأن يدخل في دين الله أفواجا، وهذا الذي تم فعلا. من هذا المبدأ ومن هذا المنطلق ومن إيماننا بخاتمية الرسالة وبعالميتها وبأنها نسق مفتوح، وبأننا ينبغي ألا نكون حجابا بين الخلق والخالق، وأن نصد عن سبيل الله بغير علم، بنينا مفهوم الحوار، فنحن نفتح أيدينا وقلوبنا من أجل البيان. نحن لا نرد على أحد، وهذا منهج من مناهجنا، لأن الرد على كل شبهة وعلى كل هجوم وعلى كل افتراء يخرجنا عن المقصود، ولأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فما علينا إلا أن نمتثل وأن نذكر، ونعلم أنه ما على الرسول إلا البلاغ، نعلم أننا نقول كلمة ثم نتركها بعد ذلك، نتركها بعد ذلك تسعى في العالمين، قد يؤمن بها أحدهم بعد 10 سنين، وقد تكون سببا لهداية أقوام بعد ذلك. ولذلك نحن لا نعبد إلا الله ولا ننتظر النتائج من الأعمال، إن أتت فرحنا بها فرح الممتن لربه والشاكر له، وإذا لم تأتي فنحن لسنا في انتظارها، لأننا نقوم بواجبنا دون أن ننتظر النتائج، ولا نعبد النتائج، نحن نعبد ربها سبحانه وتعالى، هو فعال لما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. منهج القرآن هكذا، فسيكفيكهم الله،
وهو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى سيكفي الداعية الذي قال له النبي بلغوا عني ولو آية. عندما هوجم النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصفوه بأنه كذاب أو بأنه مجنون، أو أمره ربه بألا يلتفت إلى هؤلاء وألا يرد عليهم، فنحن أيضا لا نرد على كل من هاجم أو افترى أو اشتبه عليه أو شكك، وكذلك نحن لا نهاجم أحدا من الناس. ولذلك ترى القرآن يعلمنا الإنصاف ويصف الواقع بدقة ويهاجم الأفعال والصفات لا الأقوام والأجناس، بل إن الناس جميعا عنده سبحانه وتعالى سواسية متساوون كأسنان المشط كما جاء في الحديث النبوي الشريف، لا فرق ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. منهج واضح في أنه يتجاوز هذه الحالة. هذا هو الذي دعانا إلى أن يكون منهجنا هو البيان، وأن نكون من أجل خاتمية وعالمية والنسق المفتوح وعدم الصد عن سبيل الله أن نتعايش مع الخلق مؤمنين بأنه لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن الأمر مرده إلى الآخرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. فإذن الأمر ليس بيدي، الأمر مرده إلى الآخرة. ومن هنا بنينا مفهوم الحوار، لأننا عندما نريد أن نبني مفهوما ينبغي علينا أن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة وأن نستأنس بالتجربة التاريخية. كيف انتشر الإسلام؟ انتشر الإسلام بوسائط الحياة وبوسائط الأسوة الحسنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات، وجاهدوا في الله حق جهاده. فالحوار نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله له معنى روحي يشمل دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل البيان والتبليغ، ويشمل كلمة حق عند سلطان جائر، ويشمل فريضة الحج للصغير وللمرأة وللشيخ ولغير القادر في جسده أو في ماله، فإن فريضة الحج تعد جهادا بالنسبة له. ويشمل الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله، وله شروطه التي وضحها القرآن، وقاتلوا في سبيل الله وليس في سبيل أي شيء آخر من القضايا ومن الأمور، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نرجع للقرآن نجد المفهوم مؤصل، وهذا أيضا منهج من مناهجنا أننا دائما مقيدين بالكتاب والسنة، أننا نذهب فنبحث عن أصول هذه المسألة.
فإذا ما رجعنا إلى الكتاب والسنة وبحثنا فيهما عن قضية الحوار، وهل أمرنا ربنا به وعلمنا إياه وذكره لنا، أو أننا قد استحدثناه أو ابتدعناه، لوجدنا أمرا غريبا غاية في الغرابة. فإن القرآن الكريم يكاد يذكر حتى في أصل الخلق أن الأمر في هذا الكون كما أراده الله مبني على الحوار. فنجد أن الملأ الأعلى في الحضرة القدسية، الملائكة عندما يأمرهم ربهم، وهم الذين جبلوا على الطاعة، يحاورون الله سبحانه وتعالى. الحوار فيه نوع من أنواع الاستكشاف، فيه نوع من أنواع طلب البيان، وهذا أساس أول من أسس الحوار، أنني عندما أجلس مع الآخر أريد أن أكتشفه، أريد أن أبحث عن المشترك، أريد أن أصحح بعض الصور القائمة في ذهني، إما أتت من التاريخ وتراكماته بأحداثه، وإما أتت من الاطلاع على كتب الغير ينتقدونه وينقضونه، وإما أتت من أي سبب آخر، فأريد أن أعلم الحقيقة. ثم عندما أقوم بالاستماع يذوب كثير جدا من الثلج، عندما نوحد اللغة والمصطلحات يذوب كثير جدا من الاختلاف، حتى قال ابن حزم أنه إذا ما ضبطت المصطلحات واتفق عليها فإن ثلاثة أرباع اختلاف أهل الأرض سينتهي. وسنكتشف أن المساحة التي بيني وبين الآخر أوسع بكثير جدا في حالة الاتفاق والاشتراك من مساحة الاختلاف. نحن لا نبتغي بالحوار أن نغير رأي الآخر، وإنما نريد أن نطلع عليه اطلاعا حقيقيا منه، ثم بعد ذلك نبحث عن المشترك، ثم بعد ذلك نتعاون فيما اتفقنا عليه تحت أساسين كبيرين: الإيمان بالله وحسن الجوار. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن فلا بد علينا من أن نؤسس لهذا الحوار. فبدأ هذا التأسيس بما فعلته الملائكة مع ربنا سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذن هناك سؤال، حتى الملائكة يسألون. عندما يحكي الله لنا هذا من عالم الغيب ومن الملأ الأعلى، حشا لا يكون ذلك عبثا، هو يعلمنا نحن كيف نضع الأسس التي بها الحوار، وأن السؤال هو مفتاح هذا الحوار، وأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله مع هذه المخلوقات التي خلقت من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبالرغم من ذلك سمح لهم بالسؤال وأجاب لهم بالمثال، وكأنه يربيهم، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى.
على الرغم من أنهم لا يعصون ولا يتأخرون أبدا. الاستغراب هنا أن يجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، قد يعبد لكن بعضهم يعبدون وبعضهم يعصون، بعضهم يؤمنون وبعضهم يكفرون، ونحن هنا في الملأ الأعلى يا ربنا نقدس لك ونسبح لك ونؤمن بك ونعبدك على كل حال ولا نعصيك أبدا، فلما تخلق خلقا منهم العاصي ومنهم الطائع، منهم المؤمن ومنهم الكافر؟ ما حكمة هذا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبعد ذلك أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى هنا أن حوارا ما تم بين الملائكة وبين رب العزة، وأن الحوار أساسه الاستبيان، طلب البيان، والاستفهام يعني طلب الفهم، وأنه سبحانه وتعالى لم يحرم الملائكة من هذا الفهم ولم يحرم الملائكة من الإجابة. بعد ذلك رأينا حوارا طويلا بين إبليس العاصي الآبي المستكبر وبين الله سبحانه وتعالى. تتبعنا الكتاب ووجدنا كلاما طويلا في الحوار بين الله وملائكته وبين الله وإبليس وبين الله وآدم وزوجته وبين الله وأنبيائه وبين الأنبياء وأقوامهم وبين أهل الجنة وأهل النار. فعرفنا أن الحوار مسموح به وأننا تعلمناه من خلال قراءتنا للقرآن الكريم، وأن الحوار هو صفة من صفات المسلم الذي يزعم عن حق ويقين أن الإسلام دين أرسله الله لكل العالمين، وأن الإسلام دين بنسق مفتوح، وأن الإسلام دين خاتم لا دين بعد. إذا كان الأمر كذلك فلا بد عليه من أن يضع هذا الحوار نصب عينيه. لو تأملنا الحوار في القرآن الكريم ثم تأملنا الحوار الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهله في مكة وفي الطائف وفي صلح الحديبية، بينه وبين اليهود في المدينة، أو بينه وبين الوفود الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين الملوك الذين أرسل لهم رسله ورسائله، لو رأينا هذه التفاوضات والحوارات لعرفنا أننا معنا كنز كبير يحدد لنا أسس الحوار بيننا وبين الآخرين في ظل عالم أصبح يعيش في جوار مستمر، ورفعت الحدود عن طريق الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة.
وأصبح الجميع يتداخل في الجميع، وانثالت الأفكار من كل مكان، وأصبحنا نعيش في عالم سمي بالقرية الصغيرة أو بالقرية العالمية. أصبحنا كل تصرف في أي مكان يؤثر في الآخرين سلبا أو إيجابا، ولذلك لم يعد هناك مكان ولا إمكانية للعزلة ولا الانعزال. لم يعد هناك إلا أن نعيش سويا على هذه الأرض. فماذا نفعل؟ وديننا دين بيان، هذا بيان للناس، هذا نص بأن ديننا دين بيان، وديننا خاتم، وديننا عالمي. لابد إذن من أن نحاور وأن نضع أسس الحوار كما أرادها الله سبحانه وتعالى. عندما بدأنا الحوار منذ أكثر من ربع قرن، وجدنا مفاهيم مختلفة قائمة في أذهان الناس. فهناك من ظن أن الحوار معناه الجدل الديني، وأنه يبشرني بدينه حتى أنتقل إليه، يعني هدف الحوار أن نجلس ثم بعد ذلك نتناقش ونتحاور من أجل أن يغلب أحدنا الآخر ويغير دينه. قلنا لهم هذا مكانه في الأكاديميات وليس مكانه في المؤتمرات التي نسعى فيها من أجل البحث عن المشترك، من أجل البيان، من أجل التعاون. فنحن نريد أن نسمع حتى نصحح الصور، ونريد أن نزيل جبال الثلج من بيننا، ونريد أن نبحث عن المشترك، ونريد أن نتعاون في سبيل عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس. أما أن نتناقش ونتجادل في الأمور الدينية فنحن على استعداد، ولكن ليس في هذا المقام، مقام البحث عن المشترك ومقام التعاون، ليس هذا مكانه. إنما هناك إذا ما أردتم أن نقيم الحجج على صحة ما نعتقد، وأننا ندعو على بصيرة نحن وعلماؤنا، فتعالوا إلى الأكاديميات والجامعات ونحن عندنا منها الكثير، وتعالوا للمناقشة إذا أردتم، إذا كان عندكم هوى ورغبة للجدل الديني فنحن على استعداد. نحن دين واضح إذا أردتم أيضا، ليس عندنا أسرار، وليس عندنا ما نخفيه ولا ما نخجل منه. نحن نعرض عليكم من غير إكراه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا مبدأنا. لكن سنعرض عليكم الذي نراه أنه الحق، ومع هذا ومع مخالفتكم لنا في العقيدة فإننا مع هذا يمكن أن نتعاون معكم. نحن نؤمن بكل الرسل، ثم وسع رسول الله ذلك حتى لو كان هؤلاء الرسل على حين شك، فلما عرض عليه شأن مجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأن عندهم كتاب. ولو عرض عليه الهندوس وهم عندهم الفيدا لقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولو عرض عليهم الشنتو أو البوذا أو الكونفوشيوس وهو عندهم كتاب الحوار لقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فليس بيننا وبين العالمين مشكلات أبدا، طبقا لكتاب ربنا وطبقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الصابئة وهم طائفة قليلة من أتباع يحيى تكلم عنهم القرآن وذكرهم مع اليهود ومع النصارى، وإن كانت أمة النصارى وأمة اليهود أكبر بكثير جدا من الصابئين.
والصابئة أتوا من الصبغ، لأنهم كانوا يصبغون أنفسهم بصبغة الله بأن يستحمون أو يعمدون في نهر الأردن، كما كان سيدنا يحيى قد عمد سيدنا عيسى وهو ابن خالته. فالصابئون الصابغون، ثم لأن الغين والهمزة من مخرج واحد من الحلق تبادل الحرفان، ويسمونه تعاور الحروف، بعض الحروف تأتي مكان بعض من أجل قربها في المخرج. ما زالوا إلى الآن على نهر الفرات، وهم دائما يسعون لأن يكونوا بجوار الأنهار لما يلزم من تطهر مستمر عندهم إلى آخره. لكن على كل حال، الإسلام ليس بينه وبين أحد من الناس مشكلات، وبالرغم من ذلك فنحن لا ندعو إلى الجدل الديني في الحوار، ولكن نحن لا نرفض الجدل الديني، إنما مكانه مكان آخر غير مكان الحوار. فمن مبادئنا المنطلقة من فهمنا للكتاب والسنة، المنطلقة من دراستنا لتاريخ المسلمين، والكلام يطول جدا في هذا المجال في تاريخ المسلمين، وهو تاريخ ناصع مشرف ناجح، استطاع وسيستطيع إن شاء الله أن يخرج من كبوته الحضارية، لأن هذه الكبوة الحضارية تكررت عنده وعرف كيف يعيد مرة أخرى صياغة نفسه بعد المغول وما أحدثوه، بعد الحروب الصليبية وما أحدثوه، وانتشر بعد ذلك عن طريق الدولة العثمانية. كل ذلك يؤكد أننا بخاتمية الرسالة وعالميتها ونسقنا المفتوح لابد لنا من منهج الحوار. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.